السلام عليكم. الفيديو ده خاص بطلبة دبلوم الاستثمار والتمويل الفرقة الأولى مادة نظم المعلومات المحاسبية. في الفيديو ده هنتكلم عن أول موضوع من موضوعات الفصل الثاني، المشكلات المحاسبية في الأصول غير الملموسة، موضوع الشهرة. هنتكلم في الفصل ده من خلال يعني موضوعين فرعيين. أول موضوع فرعي هو فكرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ثم بعد كده هنتكلم عن معالجة الأصول غير الملموسة. في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، الفكرة قايمة على إنه المحاسبة مرتبطة بالاقتصاد، وبالتالي لما الاقتصاد بيتغير شكله ويبقى رقمي، فده معناه انه ظهور شركات جديدة بتقوم بأنشطة جديدة، وبالتالي محتاج نظام محاسبي جديد، لانه مع تطور هذه الشركات وتغير الأنشطة اللي بتمارسها بتظهر مشكلات محاسبية ما كانتش موجودة في الاقتصاد التقليدي وفي الشركات التقليدية، وبالتالي لازم نظم محاسبية جديدة فيها معالجات محاسبية جديدة للمشاكل الجديدة اللي تظهر مع هذا التحول. فمثلا لو شفنا أمثلة لبعض الشركات الكبيرة اللي موجودة في الاقتصاد سواء المصري أو العالمي، هنلاقي مثلا إنه عندنا في شركات بتقوم بأنشطة مختلفة، تمام؟ قيمة هذه الشركات بتتغير وبتتطور، وبالتالي المحاسبة كمان لازم تكون كرد فعل تتطور وتتغير، ويبقى فيها يعني نظم محاسبية جديدة بمعالجات جديدة. فمثلا هنلاقي هنا المثال اللي قدامنا ده عن مصانع الحديد اللي موجودة هنا في مصر. هنشوف مثلا انه الشركة دي من 2010 2019، النهاردة قيمة هذه الشركة مليار دولار، تمام؟ لكن شركة زي الشركة اللي عملت كاندي كراش دي، قيمتها لما باعت في 2015 5.9 مليار دولار. ثم شركة زي الواتساب لما اتباعت في 2014 ب19 مليار دولار. شركة زي الاير ام بي اللي هي التطبيق الخاص بمشاركة السكن، آخر تقييم ليها في 2019 كان ب98 مليار دولار. أوبر التقييم بتاعها في آخر 2019 كان 72 مليار دولار، وأمازون 1 تريليون دولار. هنا احنا قدامنا كذا حاجة، يعني كل ما تطورت أنشطة هذه الشركات وبقت أقرب إلى ما يسمى بالاقتصاد الرقمي القائم على المعلومات وتبادل المعلومات والتجارة في المعلومات، المحاسبة بيبقى رد فعل. الشركات دي يعني محتاجة نظم محاسبية تساعدها في ممارسة الأنشطة الخاصة بيها. ففي بعض الصفقات اللي بتتم محتاجة محاسبة تساعدها عشان الصفقات دي تتسجل في الدفاتر. دي يعني أحد الأمور المهمة. الأمر الثاني المهم إنه هذه الشركات بتواجه مشاكل كتيرة جدا بسبب الأنشطة الحديثة اللي بتقوم بيها. مشاكل دي ليها بعد مالي، فإزاي احنا كمحاسبين نقدر نتصرف في الأمور اللي زي دي؟ إزاي نبقى عندنا في المحاسبة المالية والمراجعة وتكاليف والضرائب، دي أفرع علوم المحاسبة، إزاي هتبقى رد فعل لهذا التطور؟ إيه اللي هيتغير في هذه النظم المحاسبية؟ تمام؟ وبالتالي احنا عندنا هنا الصورة اللي قدامنا دي أو الشريحة اللي قدامنا دي بتقول إنه حاليا في تطور كبير في الاقتصاد، وواضح إن الشركات الجديدة دي قيمتها أكبر من الصناعات التقليدية اللي احنا متعودين عليها. كل ما كبرت الشركات وكبرت مكاسبها وكبرت قيمتها، كبرت أيضا مشاكلها، ومحتاجة نظم محاسبية تقدر يعني تخدم أو تساعد هذه الشركات في تحقيق صفقاتها وفي معالجة مشاكلها. يعني مثلا هنلاقي ان معظم الصفقات اللي تمت في الصورة اللي قدامنا دي ما كانش ينفع انها تتم ان لم يكون في يعني معايير محاسبية تساعدها. عشان ممكن نقول انه صفقة مثلا زي امازون لما اشترت سودة كوم،
وصفقة زي الفيسبوك لما اشتغلت الواتساب، وأوبر لما اشتغلت كريم، والصفقة الحالية اللي هي شركة اس تي سي اللي بتحاول تشتري شركة فودافون. كل الصفقات دي عشان تتم وتسجل في الدفاتر محتاجة محاسبة، معايير المحاسبة الدولية زي ما سبق اتكلمنا عنها اللي هي دلوقتي اسمها معايير التقارير المالية الدولية الـ IFRS. هنلاقي انه هذه المعايير بتوجد معالجات حديثة وتقدر ان الصفقات دي تتم بشكل منظم ويكون فيها فايدة لكل هذه الأطراف. وبالتالي أنا من غير النظم المحاسبية الحديثة، من غير معايير محاسبة حديثة، ما أقدرش الصفقات دي تتم. وبالتالي الشركات دي النشاط بتاعها هيقف، صفقاتها اللي بتقوم بيها هتبقى فيها مشاكل. وبالتالي دايما المحاسبة بتتغير طالما إن الاقتصاد بيتغير، تظهر شركات جديدة بأنشطة جديدة، دايما تحتاج نظم محاسبية حديثة. طيب سريعا كده، الصفقات دي تمت ازاي؟ تمت عن طريق مثلا، هنلاقي مثلا صفقة فيسبوك وواتساب هي 19 مليار دولار، جزء منها عبارة عن أسهم 16 مليار، تمام، وال3 مليار كاش. طبعا يعني أسهم معناها إنه شركة واتساب بتطبع أسهم، بتصدر أسهم وتديها لحملة أو ملاك شركة الواتساب في عملية تبادل أسهم. العملية دي يعني عشان تبقى تتم لازم إجراء محاسبي يسجل في الدفاتر عند شركة الفيسبوك، تمام، وبالتالي هنا المحاسبة حاضرة في هذه الصفقة. نفس الكلام برضو صفقة زي أمازون لما اشترت شركة سو.كوم ب 580 مليون دولار برضو عن طريق أسهم. يعني شركة أمازون الأمريكية أصدرت أسهم لأصحاب شركة سو.كوم الإماراتية لإتمام الصفقة، تمام. احنا محتاجين بقى نظم محاسبية تساعدنا في تسجيل هذه الصفقات. ايه كمان ممكن نشوفه؟ مثلا صفقة زي اوبر لما اشتري شركة كريم، برضو في جزء من الصفقة كان اسهم وجزء من الصفقة كان كاش. برضو شركة اوبر الامريكية طب اصدرت اسهم لحملة او ملاك شركة كريم الاماراتية، وهكذا. برضو نفس الكلام في الصفقة المتوقعة من شركة اس تي سي في شراء شركة فودافون، تقريبا الصفقة عبارة عن 2.39 مليار دولار. ولو اس تي سي قدرت تشتري كامل شركة فودافون، تمام، مش 55% بس فقط انما اكتر من كده، لو مثلا وصلت ل 100% فالرقم هيوصل ل 4.4 من 10 مليار دولار. كل هذه الصفقات عشان تسجل في الدفاتر محتاجة معايير محاسبية حديثة تستوعب هذه التصرفات وهذه الصفقات الضخمة عشان تقدر تسجل في الدفاتر. من هنا نبدأ نتكلم عن الصفقات، صفقات الاندماج والاستحواذ. كل الصفقات اللي شفناها يعني من في الشرائح السابقة بتتكلم عن عمليات الاندماج والاستحواذ، ودي من الألفاظ اللي دايما فيها لخبطة، فيها دايما تداخل. ترى الصفقة اللي تمت دي هي صفقة اندماج ولا صفقة استحواذ، يعني ميرج ولا اكوزيشن؟ احنا هنا عندنا دايما هذه الإشكالية، انه ترى الصفقات اللي احنا بنتكلم عنها دي ومحتاجين نسجلها في الدفاتر اندماج ولا استحواذ؟ يعني كل واحدة منها محتاجة إجراء محاسبي مختلف. هنا هنحاول نشرح الفرق ما بين الاندماج والاستحواذ. الاندماج أو وفقا لمعايير المحاسبة الدولية حاليا أو معايير المحاسبة المصرية كمان الحديثة، اللفظ العلمي هو اقتناء، إن شركة بتقتني شركة، عملية شراء بس في صورة اقتناء. ودي يمكن الصورة دي توضح أكتر الفكرة، فكرة إنه الشركتين، تمام، بعد انتهاء عملية الاندماج بيبقوا في الآخر كيان واحد. يعني تنصهر الشركات في كيان جديد. ده معناه إنه أنا كشركة بشتري شركة، الشركة التانية دي هتختفي، مش هتكون موجودة. فده هيكون موضوعنا في الفصل التاني. وهنا محتاجين معيار المحاسبة رقم 3، معيار التقارير المالية الدولية رقم 3، عشان يساعدنا في تنفيذ هذه الصفقة وتسجيلها في الدفاتر. اللي بيحصل إنه عندنا عمليات اندماج، ودي الصورة اللي بتوضحها، وفي نفس الوقت برضو في عملية استحواذ. الاستحواذ هنا سيطرة. يعني إيه؟ يعني هتظل الشركات قائمة بذاتها، فتبقى في عند شركة قابضة تستحوذ على أكتر من 50% من الشركة التابعة. وهنا احنا محتاجين معيار محاسبة ينظم العملية دي، المعيار رقم 10. يبقى الفرق الواضح ما بين الاندماج والاستحواذ انه في الاندماج تنصهر الشركتين في كيان جديد،
أما في الاستحواذ تظل الشركتين كل شركة قائمة بذاتها. في الاندماج أنا شركة بتشتري شركة بنسبة 100%، أما في الاستحواذ ممكن أقل من 100%، المهم لازم تكون إيه أكتر من 50%. هتظل الشركة اللي أنا بشتريها قائمة باسمها وعلامتها التجارية وحساباتها وموقفها المالي والضريبي، كل الأمور دي كلها هتظل قائمة ومستقلة. لكن في الاندماج تنصهر الشركتين في شركة واحدة، أو إن الشركة اللي أنا اشتريتها هتنصهر في الشركة الدامجة أو المشترية. تمام، يبقى هنا فرق ما بين الاندماج وبين الإيه الاستحواذ. هنيجي هنا بقى للموضوع الفرع الثاني، وهو معالجة الأصول غير الملموسة. هنا الرسم اللي قدامنا ده بيوضح ايه؟ بيوضح انه على مدار السنين من سنة 1975 الى سنة 2018، ده كان تقييم ستاندرد اند بورد لأهم 500 شركة في البورصة الأمريكية. هنلاحظ انه في السبعينات كانت ايه اهم الشركات اللي موجودة في البورصة الأمريكية؟ اي بي ام، اكس موبيل، جي اي اللي هو جنرال الكتريك، بروكتر اند جامبل، وهكذا وهكذا، كلها شركات تعتمد اكتر على الاصول الملموسه التينجبل اسيتس. واضح من الارقام قد ايه هي هنا 9594 بليون، تمام، مقابل الانتينجبل اسيتس الاصول اللي هي الغير ملموسه او الشركات اللي بتشتغل في الاصول غير ملموسه، تمام، كانت نسبه ضعيفه جدا. مع تطور التاريخ بقى عندنا في 2018 اهم شركات، شركة ابل ومايكروسوفت وامازون وفيسبوك وهكذا، كل هذه الشركات شركات كلها تعتمد على الاصول الغير ملموسة اكتر، الانتينجبل اسيتس اكتر، لكن اعتمادها على الاصول الملموسة قليل جدا. الاصول الملموسة زي الاراضي والمباني والالات والمعدات والسيارات، وبالتالي كانوا محتاجين اكتر معالجات محاسبية خاصة بالاستحواذ على الاصول او اقتناء الاصول او هلاك الأصول والاستغناء عنها إلى آخره إلى آخره من المشاكل دي كلها. لكن احنا دلوقتي بنتكلم مثلا ازاي الشهرة نعالجها، العلامة التجارية، حقوق الامتياز، براءات الاختراع، هي دي أكتر الأمور اللي محتاجة دلوقتي احنا نركز فيها في المحاسبة، ونشوف حلول جديدة وأفكار جديدة لمعالجة عشان نساعد الشركات دي إنها تستفيد من المحاسبة وتبقى بالنسبة لها قيمة مضافة. فهنا الرسمة بتقول ان احنا ادي المحاسبة كانت زمان ايه، لان الاقتصاد كان كده زمان، وهنا المحاسبة اصبحت ايه لما الاقتصاد اتغير وبقى اقتصاد رقمي، تمام. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نشوف ايه هي احدث انواع الاصول غير الملموسة. في طبعا الشهرة دي معروفة، تمام، الموارد التعدينية، مصاريف التأسيس، حقوق الانتفاع والامتياز، مصاريف البحوث والتطوير، حقوق الاستغلال والتراخيص، حقوق التأليف والنشر، الحملات الإعلانية، حقوق الاختراع، العلامات التجارية، برامج الحاسب زي مثلا أوراكل أو ساب، دي برضو من لما بتشتريها وعشان تستخدمها داخل الشركة تبقى أصول غير ملموسة. وفي الآخر نوصل بقى لإيه أحدث ما توصل ليه الاقتصاد الرقمي، وهو العملات الرقمية أو الأرصدة الرقمية أو الأرصدة الافتراضية، إن الشركات يكون عندها رصيد من عملات رقمية بيسموه ديجيتال ماني، تمام، أو الانتينجبل ماني. ده برضو من الأفكار الجديدة اللي محتاجين نشوف هنسجلها إزاي في المحاسبة. طيب دي أهم أنواع الأصول غير الملموسة، تمام. هنبدأ بقى نتكلم عن حالة عملية على اندماج ما بين شركتين بمقابل نقدي وإصدار أسهم وتحقق شهرة موجبة. هنا هنتكلم عن الجزء العملي في موضوع الأصول غير الملموسة. الحالة هنا بتقول إن إحنا عندنا شركة أوراسكو للاتصالات بتقتني بتندمج مع شركة بيلتون المالية، ودي كانت إحدى الصفقات اللي بالفعل تمت في مصر، لكن طبعا هنا مش بنفس الأرقام. طب شركة أوراسكوم هتشتري شركة بيلتون بمقابل نقدي تم الاتفاق عليه قدره 250 مليون جنيه، تمام، ده الجزء النقدي. في الغالب الصفقات دي بيكون أسهم وجزء نقدي.
بإضافة إلى إيه؟ إصدار أسهم. هو مين اللي هيصدر الأسهم؟ شركة راسكوم هتصدر أسهم لمين؟ لأصل لملاك شركة بلتون. بالظبط كده، بإضافة إلى إصدار أسهم عادية لحملة أسهم بلتون، عبارة عن 100 مليون سهم. طبعا عارفين إن السهم يبقى فيه قيمة اسمية يصدر بيها، ثم في قيمة حالية اللي هي القيمة السوقية. طبعا احنا محتاجين نفرق ما بين يعني الإجراء المحاسبي في التعامل مع القيمة الاسمية والقيمة السوقية. طيب أنا كشركة أوراسكوم هدفع 250 مليون وهدفع وهصدر أسهم، الأسهم دي 100 مليون سهم بقيمة سوقية 4 جنيه، في مقابل إيه؟ في مقابل إن هشتري شركة بيلتون اللي هي قبل الاندماج في 31/10/2015 ده كان مركزها المالي، عندها أصول متداولة وأصول غير متداولة والتزامات متداولة والتزامات غير متداولة. القيم الدفترية أنا مش بهتم بيها، أنا بهتم بقيم الصفقة، يعني القيم الحالية للصفقة اللي احنا بنسميها القيمة العادلة أو القيمة السوقية. يبقى دلوقتي إيه؟ وراسكوم هتدفع 250 مليون وتصدر 100 مليون سهم في 4 جنيه، هنحسب الحسبة دي ونشوف إجمالي المبلغ كام، في مقابل إن أنا بس بأقتني شركة بيلتون، بتنتقل لي أصولها وبتحمل التزاماتها، وبالتالي أنا بدفع يعني جزء نقدي وأسهم مقابل إيه؟ مش ال 580 ومعاهم ال 20 كأسهم دولة، لازم أشيل منهم الإيه؟ التزامات دولة والتزامات غير متداولة. وبالتالي إحنا عندنا صفقة ما بين اوراسكوم وبيلتون، وطبعا الصفقه دي بيكون ليها مصاريف. اوراسكوم دفعت تقريبا اتعاب استشارات ماليه قانونيه قدرها 10 مليون جنيه، ده غير طبعا عمليه اصدار الاسهم دي فيها مصاريف اسمها مصاريف اصدار الايه؟ الاسهم 2 مليون جنيه. ايه المطلوب؟ المطلوب ان الصفقه دي يتم تسجيلها في الدفاتر طبعا شركه اوراسكوم. الصفقه دي لما يقول ان هي عمليه اقتناء او دمج، معناه ان بيلتون المفروض هتختفي بعد اتمام عملية الاندماج، مش هينفع انها تستمر. تمام، فدلوقتي اللي هيحصل ايه؟ ان اوراسكوم هتدفع نقدي واسهم مقابل اقتناء شركة بيلتون، ثم تختفي شركة بيلتون خالص وتنصهر وتذوب في شركة اوراسكوم. طيب الخطوات ايه؟ الحالة دي لما بتجي لي كسؤال في الامتحان مثلا تبقى يعني الحل بيبقى عامل ازاي؟ هنمشي أقول على خطوات. أولا أعرف أنا دفعت كام كشركة أوراسكوم، ثم أعرف اللي دفعته ده أكتر ولا أقل من قيمة الشركة اللي أنا اندمجت معاها اللي أنا اقتنيتها. تمام، نمشي خطوة خطوة. أولا تحديد قيمة الشهرة الناتجة عن الاندماج، أنا دفعت كام كشركة أوراسكوم؟ الجزء النقدي مقابل المدفوع، الجزء النقدي كان 250 مليون زي ما احنا قلنا. الاسهم بجيب قيمة الاسهم في سعر السوق النهاردة، تمام، اللي هو الاربعة جنيه، يبقى 400 مليون، يبقى اجمالي الصفقة كام؟ 650. 650 اجمالي المبلغ اللي انا دفعته. طيب الشركة بقى اللي هي بيلتون تساوي كام؟ هل 650 او اكتر او اقل؟ هنا بنحسب القيمة العادلة لصافي أصول بيلتون، نجيب الأصول بتاعتها نشيل منها إيه؟ الالتزامات، يبقى 850 زائد 20 بشيل منهم 80 و 190، يبقى دولت تقريبا الصافي كام؟ 600. يبقى أنا كشركة أوراسكوم دافع 650 أسهم ونقدي في شركة تساوي بسعر النهاردة 600، الفرق ده اللي أنا دفعته بنعتبره ايه في المحاسبه؟ ان شركه بيلتون دي ليها اسم وليها قيمه في السوق وليها عملاء وليها مصداقيه، فانا بدفع اكتر من قيمتها الحاليه، لان في حاجه مش موجوده لو اسم الشركه سمعتها، فده احنا بنسميه شهره. يبقى الشهره هنا الموجبه، لان هنا دفع بالزياده قدرها كام؟ 50. ممكن ادفع اقل، ممكن ادفع اقل لو الشركه يعني عندها مشاكل ومتعثره، فانا يعني ايه مش هدفع قيمتها السوقيه النهارده، هدفع اقل لان انا متحمل مشاكلها. يبقى انا عندي هنا نوعين من الشهره، شهره موجبه وشهره سالبه.
وممكن اكون دفعت المبلغ يعني مساوي ومكافئ، لكن طبعا دي حاله نادره. الحاجه الاكثر يعني واقعيه انك يا اما دافع اكتر زي الحاله بتاعتنا او دافع ايه اقل. طيب احنا عايزين بقى ناخد العمليه دي كلها ونسجلها في دفاتر شركه اوراسكو. الموضوع بيتم ازاي كده؟ هنا هنيجي لقيود اليوميه. محتاجين نسجل العمليه في اللي تمت عمليه الاندماج، هنسجلها في الدفاتر. فعشان ده يحصل لازم الاول نحدد القيم. اولا القيمه السوقيه اللي هي الـ4 جنيه، دي القيمه السوقيه بتاعت النهارده عباره عن ايه. هو قال لي ان في قيمه اسميه للقيمه اللي بيصدر بيها السهم اول مره 2.5 جنيه، وفي طبعا زياده حصلت لان السعر السوقي مختلف عن القيمه الاسميه. فالزياده دي طبعا زي ما احنا عارفين بنسميها ايه، علاوه اصدار. ولو القيمة السوقية أقل من القيمة الإسمية الفرق بنسميه خصم إصدار. طيب إحنا كده محتاجين نسجل العملية في الدفاتر. فمحاسبيا لما أجي أصدر أسهم فأنا بأصدرها بقيمة إسمية زائد علاوة إصدار. القيمة الإسمية تسجل في حساب اسمه حساب رأس المال، يبقى 100 مليون سهم في 2.5 جنيه قيمة إسمية. أما علاوة الإصدار بيتم تسجيلها في حساب منفصل اسمه علاوة إصدار. يبقى هو أنا ببيع الأسهم أو بأمنح شركة بيلتون أو أصحابها أسهم، هبيعها لهم بالإيه؟ بـ4 جنيه قيمة سوقية. بس أنا محاسبيا أنا ما ينفعش أسجل القيمة السوقية كلها على رأس المال. رأس المال ما بيسجلش فيه إلا الأسهم بالقيمة الإيه؟ الإسمية فقط. وبالتالي أنا محتاج في الأول أعمل إيه؟ تجزئة. تجزئة للقيمة السوقية إلى قيمة إسمية زائد الإضافة زائد العلاوة اللي بنسميها علاوة إصدار، وكل قيمة تسجل في حساب منفصل. يبقى رأس المال 250 مليون وعلاوة الإصدار 150 مليون. الرقم اللي هو 250 مليون ده جه منين؟ 100 مليون سهم في 2.5 قيمة إسمية، وهنا علاوة الإصدار 100 مليون سهم في 1.5 قيمة إسمية اللي هو علاوة إصدار، يبقى 150 مليون. نسجل بقى القيد. القيد بيتم فيه إيه؟ قيد بسجل فيه ان انا عندي استثمار في شركة اسمها شركة بيلتون قيمته 650، عبارة عن جزء نقدي وجزء اسهم وجزء علاوة اصدار. يبقى هو قيد مركب، قيد اثبات الشراء. بقول ايه؟ طرف مدين وطرف داين وبيان وتاريخ اللي هو تاريخ الصفقة. من حساب الاستثمار في شركة بيلتون بحط فيه المبلغ بالكامل اللي هو الكام؟ 650. متجزأ ازاي؟ النقدية احنا عارفين كام؟ 250 مليون، لكن الأسهم متجزأة إلى قيمتين. قيمة تسجل في حساب رأس المال اللي هي القيمة الإسمية، يعني 100 مليون في القيمة الإسمية، والقيمة الأخرى اللي هي علاوة الإصدار اللي هي حسبت ازاي؟ 100 مليون في 1.5. يبقى هنا دول مجموعهم 400، بس أنا محاسبين 400 كلهم مش رأس مال. رأس المال بس يسجل فيه القيمة الإسمية، أما الزيادة عن رأس المال نتيجة إن اختلاف سعر السوق عن القيمة الإسمية ده يجنب في حساب منفصل اسمه علاوة إصدار. يبقى إحنا هنا عندنا الصفقة تمت إزاي؟ دفعنا جزء نقدي ودفعنا الباقي عن طريق أسهم. تمام، الأسهم دي ليها قيمة إسمية يبقى تسجل في حساب رأس المال، وفيها زيادة عن القيمة الإسمية اسمها علاوة إصدار تسجل في حساب منفصل اسمه علاوة إصدار. تمام كده احنا محتاجين نثبت إتمام عملية الاندماج. القيد السابق كنا بنسجل فيه عملية إصدار الأسهم ودفع المبلغ النقدي. هنا بقى في هذا القيد بيتم إيه؟ إثبات انتقال الأصول بيلتون الى شركة اوراسكو. يبقى من حساب الاصول المتداولة ومن حساب الاصول غير المتداولة. طبعا لازم يكون عندي مين مذكورين، بسجل بالقيمة السوقية وبرضو بسجل الى مذكورين انتقال الالتزامات المتداولة وغير المتداولة من شركة بيلتون الى شركة اوراسكو. فهذا القيد بيتم فيه اثبات عملية الاندماج، يعني انتقال الاصول لشركة اوراسكو وانتقال الالتزامات الى شركة اوراسكو، الاصول مدينة والالتزامات دائنة. هنا بيتلغي حساب الاستثمار في شركة بيلتون وكأنه حساب مؤقت. تمام، ويظهر الفرق هنا ايه؟ الشهرة. طبعا الشهرة دي
مش خاصة بأوراسكوم، دي شهرة ظهرت في دفاتر أوراسكوم لما اشترت شركة بيلتون. تمام، مهم جدا احنا ايه الشهرة، نبقى محددين الشهرة دي خاصة بشركة مين، شركة بيلتون، وكأن وجود اي شهرة في ميزانية شركة دليل ان هذه الشركة ايه قامت باقتناء شركة اخرى، ونتيجة هذا الاقتناء ونتيجة هذا الاقتناء تم يعني ظهرت قيمة الشهرة، شهرة الموجبة. طيب بعد كده احنا هننتقل الى سداد المصاريف التقليدية بقى، اللي هي المصاريف الخاصة بالاندماج، زي كان المبلغ كان 10 مليون، فهي مصاريف عادية جدا بنسجلها بقيد عادي جدا من حساب مصاريف الاندماج لحساب النقدي، كل ده بيتم في تاريخ الصفقة. مصاريف الاندماج زيها زي اي مصاريف تيجي في اخر السنة، بيتم ايه اقفالها في حساب ارباح وخسائر الى مصاريف الاندماج، طبعا هنا طرف مدين تتلغي طرف داين. يفضل عندي مصاريف ايه اصدار الاسهم، فعندي مصاريف اصدار الاسهم هدفعها كمصاريف عادية جدا من حساب مصاريف اصدار الاسهم الى حساب النقدي، لكن مصاريف اصدار الاسهم مش هتقفل في ارباح وخسائر. هنا انا عندي حساب اسمه علاوة اصدار وحساب اسمه مصاريف اصدار، الحسابين مرتبطين بعملية الإصدار، ففي حساب حصل فيه زيادة وحساب في حصل فيه نقص، حساب يمثل مكسب حساب يمثل خسارة. فهنا بيحصل إيه، إنه حساب مصاريف إصدار الأسهم بيتم يعني إقفاله تخفيضا من حساب علاوة الإصدار، يحصل مقاصة بين الحسابين. فهنا مصاريف الإصدار ديت دي بيتم تغطيتها من العوائد اللي جت من علاوة الإصدار، وبالتالي ده يتم إزاي القيد هنا، المصاريف لزرع الأسهم المدينة تبقى دائنة، والمدين هو إيه علاوة الإصدار، وكأن هذه المصاريف اتغطت من علاوة الإيه الإصدار، خفضت من قيمة علاوة الإصدار. دي كده الحالة العملية. تمام، مطلوب من حضراتكم الآتي في الكتاب اللي مع حضراتكم. تمام، مطلوب منكم تحلوا الحاجات العملية من رقم 1 إلى رقم 3. تمام، في نهاية الفصل الثاني، وكده يبقى احنا يعني عملنا حصر لكل الحالات العملية. تمام، الخاصة بمعالجة الشهرة، هنلاقي فيه الشهرة الموجبة والسالبة إلى آخره. بالتوفيق إن شاء الله.